السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج عدسة. معكم المصور الإماراتي محمد الحوسني، وبرنامج عدسة برنامج يلقي بظله على مصور إماراتي في كل حلقة من حلقاته، فأهلا وسهلا بكم. طبعاً بداياتي كانت حب الكاميرا، يعني خلنا نقول من الطفولة إلى المرحلة الجامعية كانت علاقة عادية بالكاميرا، أننا نحب نصور ونوثق الرحلات العائلية والمدرسية وهذه الأمور. بعدها بعد دخول الجامعة بدأت أشتغل على الجرافيكس أولاً، كنت أصمم مثلاً الكفر بيج للأنيوال بوك الكتاب السنوي للجامعة، وأصمم بعض البوسترات للأصدقاء، أي واحد يحتاج يعني عمل كنا نساعدهم. بعدها دخلنا في موضوع المعالجة والتصوير الرقمي، تعمقت في الموضوع هذا لكن بصفة غير رسمية، يعني مجرد حب وشغف. يعني سنة 2007 أخذت رخصة الغوص وشريت كاميرا الغوص مع أكسسوارات الغوص، وبدأت التصوير مع بدايات الغوص. مع مرور الزمن بدأت طبعا أصور فيديو، يعني كنت أخلط ما بين الفيديو ما بين التصوير العادي، اتجهت لتركيز الفيديو، صرت أنتج مقاطع بسيطة مع خلفية موسيقية ونزلها في اليوتيوب والإنستغرام. مع أول رحلة لي للتصوير مع الحيتان، هاي كانت تعتبر شوية نقلة في المسيرة، أن تصوير الحيتان في معظم دول العالم تكون يعني ممنوعة، لأن هي عندهم سياحة السباحة مع الحيتان، فإذا البشر ينزلون مع الحيتان ممكن الحوت يغير نمط تعامله ويبتعد عن الدولة هذه، وبالتالي يخسرون نشاط سياحي مهم بالنسبة لهم. فكنا نطلع مع خبراء مصورين سواء من بي بي سي من ناشونال جيوغرافيك، هم يحجزون المكان بحيث ان احنا نكون ملتزمين بالتصوير، وطلعنا معهم. فلما طلعت معهم نظرتي اختلفت لموضوع التصوير، انا قبل كنت اصور بمجرد تصوير، هم يصورون بهدف دراسة. فمع الجلوس معهم كانوا يتكلمون عن نمط حياة كل حيوان، البيئة كيف تغيرت، كيف الإنسان لما مثلاً قتل حيوان معين أثر على حيوان ثاني، فصرت متجه إلى دراسة الحيوانات، وملت إلى تقديم برامج وثائقية مش مجرد مقطع فيديو، مقطع يكون فيه معلومات سواء تاريخية عن المكان وعن الحيوانات وعن البيئة. فأخذت دورات إخراج على الشبكة، واخذت دورات تصوير فيديو كلها على الشبكه وبعض الورش اللي حصلت هنا في دوله الامارات. كذلك انا يعني اخذت دورات في كل مجال التصوير، تصوير الوجوه، تصوير المناظر الطبيعيه، تصوير النجوم، مريت على كل المجالات هاي، لكن اشوف اختصاصي انا في المجال البحري. تكلمنا عن خطوات صناعة المحتوى، يعني أنا عندي بروتوكول معين أخذه في أي رحلة من رحلاتي للغوص. أولاً نحدد أفضل الأماكن للغطس، ثاني شيء لازم الواحد يعرف متى أفضل وقت يزور فيه هذا المكان، لأن المكان هذا ممكن يكون في وقت عاصف، يعرف مناخ الدولة هذه، ممكن يكون في وقت ما في الأسماك الكبيرة ما تزوره، فلازم نبحث عن الموسم الأعلى. العادة يكون الموسم الأعلى من شهر إلى 4 شهور. بعد ما نعرف المكان ونعرف الوقت الأفضل للزيارة، نبدأ ندرس قوانين الدولة هذه، شو المسموح وشو الممنوع، محتاجين فيزا وما محتاجين فيزا، هل مثلا الدرون مسموح ولا لا، فندرس القوانين الموجودة عشان ما نخالف يعني القوانين المحلية في هذه الدولة. بعد هذه المرحلة أبدأ البحث عن مراكز الغوص اللي موجودة في هذه الدولة، أختار يعني أشوف كل المراكز وتقييمها، وأحاول أرتب مع مركز غوص إنه يكون، لأن الغوص رياضة طبعاً خطرة، لازم الواحد يطلع مع جهة آمنة، ما يطلع مع أي واحد مسوي بزنس يعني للغوص. فبالتالي نتخاطب معاهم قبل الرحلة، نشوف كيف ردودهم، هل هم يعطونا تفاصيل الرحلة يعني بشكل احترافي، ولا يقول لك والله تعال وإحنا بنرتب أمورنا لما توصل. هاي المراكز أبتعد عنها طبعاً. الخطوة الرابعة
دراسة تاريخ هذه الدولة. يعني دراسة التاريخ لها عدة فوائد. الفائدة الأولى هي فائدة شخصية، ثقافة تاريخية للمكان هذا. الفائدة الثانية أن هذا المحتوى اللي أنا درسته ينفع يكون جزء من تقريري، بحيث أن أختار التاريخ الحقائق المهمة لهذه الدولة. يعني لازم سرد التاريخ ما يكون بشكل يعني ممل، يكون فيه حقائق تميز هذه الدولة عن باقي الدول على وجه الكوكب. الفائدة الثالثة للموضوع أنها تخلق علاقة ما بيني أنا كزائر وما بين سكان هذه الدولة. لما يشوفك أنت جاي من دولة بعيدة وهو ما يعرف شيء عنك ويشوفك أنت عارف عنه، يكون في نوع من الاحترام وفي نوع من يعني الود يصير. فهذا ممكن يساعدك أنت كسائح أنه يتوصى فيك في موضوع أنه في الغوص يحاول يوديك أماكن حلوة، التعامل بشكل عام يكون أفضل من أن لو الواحد راح يعني وهو ما عرف شيء عن هذه الدولة. النقطة الخامسة هي دراسة أماكن الغوص. يعني دائما أسوي البحث، يعني أبحث عن أفضل أماكن الغوص، أحدد مثلا الأفضل 6 أماكن. لما تخاطب مع مركز الغوص كذلك أسأله وين راح، وين ناوي تودينا، لأن في مراكز ممكن توديك على نقاط قريبة على أساس أنه يوفر في الرحلة، يوفر في البترول، يحاول يمشي يعني مشروعه بأرخص الطرق. وفي مراكز لا احترافية تقول لك أنا راح أوديك على الأماكن هاي. فهاي نقطة نتأكد منها. بعد ما أعرف نقاط الغوص أشوف شو المخلوقات الموجودة في هذا المكان قبل لا أروح. يعني ممكن أشوف على اليوتيوب فيديوهات الناس ثانيين زاروا المكان، بالتالي أعمل دراسة على الحيوانات الموجودة وأجمع معلومات عنها. يعني إذا أنا مخطط أني أسافر بعد 4 شهور، أنا عندي 3 شهور أجمع معلومات الرحلة هذه، لأن الواحد لما يرجع من الرحلة يكون مستعجل أنه ينشر الفيديو. ومرات إذا ما أخذ وقته في إعداد الكونتنت أو في إعداد المحتوى راح ينزل بشكل يعني أقل جودة مما كان عليه لو هو أخذ وقته في جمع المعلومات. بعد الدراسة هاي خلاص نبدأ رحلتنا. أهم شيء بعد ما تبدأ الرحلة هو التوثيق اليومي للأحداث، لأن الواحد مرات يكون يعني يقول أنا خلاص أنا بعد ما أرجع راح أسجل شو صار معي، لكن بعد ما يرجع ينسى شو صار معه أول يوم وثاني يوم وثالث يوم. فلازم يكون في تسجيل يومي للأحداث، ولازم يكون طبعا يعني يكون مسجل على مكتوب كتابة يعني. وكذلك ترتيب ملفات التصوير تكون موزعة، فلترها يوميا بحيث أني يوم أرجع كذلك يكون عندي سهولة في فرز المحتوى. على سبيل المثال رحلتي إلى شبه جزيرة يوكاتان في المكسيك. قبل أطلع الرحلة أنا كنت شايف مقطع فيديو الغواصين يغوصون في الكهوف، فبحثت عن الكهوف هذه اكتشفت أنها موجودة في المكسيك. بحثت عن أفضل وقت لزيارة الدولة وبحثت في الدولة، اكتشفت ان الدولة هاي فيها يعني عدة غوصات مختلفة. في الغوص في الريف البحري، في الغوص مع السلاحف، في الغوص مع القرش الثور اللي هو يعتبر ثالث اخطر قرش على وجه الكوكب، وفيها الكهوف. طبعا الكهوف اللي هي يسمونها السينوتي، لما قرأت عنها اكتشفت انها منتشرة يعني بالالاف في المكسيك. شو سبب وجودها في المكسيك؟ لما بحثت في الموضوع أن النيزك اللي ضرب كوكب الأرض قبل 66 مليون سنة ضرب في تلك المنطقة. وقتها مفروض أن على كوكب الأرض كانوا ديناصورات. اللي صار أن النيزك حرق الكوكب وصار في مثل ما يقولون تسونامي على عدة ضفاف من الكرة الأرضية، وماتت الكثير من الديناصورات. بعدها بفترة احترق الكوكب وصار عليه غلاف دخاني كامل أدى إلى تجمد الكوكب واختفاء المخلوقات البرية. ما كان فيه غير بعض الزواحف وبعض والمخلوقات البحرية اللي تطورت يقولون عبر ملايين السنين إلى الثدييات. فهذه كانت يعني معلومة يعني مفيدة جدا. احنا كلنا نعرف ان الديناصورات انقرضت، لكن وين المكان وكيف صار؟ طبعا الرحلة هذه افادتني بالمعلومة هذه. وطبعا الغوص في الكهوف له ميزة خاصة. يعني الكهف انت تمشي في الغابة، احنا متعودين نطلع الشاطئ وندخل البحر، بس انك تمشي في الغابه وفجاه تلاقي لك حفره في الارض وتنزل في الماء والماء يكون مش مالح، يكون حلو ويكون صافي جدا، يعني تجربه مختلفه تماما عن الغوص في البحر. لها يعني تاثير مختلف على الغواص.
خاصة أن بعد غوص الكهوف لا مخاطر تختلف عن المخاطر البحرية. يعني على سبيل المثال الكهف أنت تدخل فيه وممكن تمشي مسافة، المسافة هاي مظلمة أكيد راح تحتاج الإضاءة، فأهمية أن الإضاءة تكون شغالة معك هذه يعني لا مجال يعني للتخلي عنها. الإضاءة إذا راحت عنك أنت ما راح تشوف شيء. كذلك في الغوص في البحر إذا صار لك شيء أنت ممكن تطلع للسطح، أما الغوص في الكهف إذا صار لك شيء خلص الأكسجين أو أي حد تعب لازم ترجع تسبح كل المسافة اللي أنت قطعتها، فهي تعتبر أخطر وتحتاج يعني احترازات أكبر في كل غوصة من غوصات الكهوف. طبعا رياضة الغوص والدخول إلى أعماق البحار تعطي أي غواص يعني استشعار بعظمة الخالق. الأنظمة المعقدة البحرية، المرجان، تناسق الألوان، يعني إحنا مرات نغوص ونقول سبحان الله في بعض الأماكن خاصة يعني تكون سبحان الله طالعة من القلب وغير عن أي سبحان الله قلناها في حياتنا، أن المنظر اللي نشوفه ما في مجال فيه للمقارنة يعني من أي شيء شفناه في حياتنا. يعني التنسيق ودرجات الألوان يعني أنا كنت أقول يعني أن المفروض أن المصممين الأثاث والأزياء يعني لازم ينزلون يشوفون الدرجات هذه، أو أنهم نزلوا وأخذوا أفكارهم من هذه التدرجات الموجودة الربانية. كذلك البحر يشكل 75% من مساحة الكوكب أو من مسطحات الكوكب، و 80% من المخلوقات اللي موجودة على الكوكب موجودة في البحار، وفي أماكن نغوص فيها مركز فيها المخلوقات البحرية. على سبيل المثال راجا أمبات، منطقة في أندونيسيا تقع على مثلث المرجان. مثلث المرجان يمثل 1.6 من مساحة البحار على وجه الكوكب. 1.6 هذه فيها 76% من المخلوقات البحرية الموجودة على وجه الكوكب، فمعناته المخلوقات متركزة هناك، فالغوص هناك يمكن الساعة هناك تعادل غوص شهر في منطقة ثانية من حيث كم الحيوانات اللي الواحد ممكن يشوفها. طبعا كمية إبداع رباني غير محدودة هناك، مخلوقات واحد ما يقدر يتخيلها، وإلى يومنا هذا العلماء يكتشفون مخلوقات جديدة في هذا المكان، طبعا تكون مخلوقات دقيقة يعني مش مخلوقات كبيرة يعني. يعني لما نتكلم عن دراستنا يعني عن الهرم الغذائي البحري، على رأس الهرم يكون القرش ويتذيل العوالق البحرية. العوالق البحرية في منها نباتية وفي منها حيوانية. العوالق البحرية الحيوانية تكون تسبح مع التيارات، لما التيار يكون غني بالعوالق البحرية هذه الأسماك الصغيرة تتواجد عشان تتغذى على العوالق هذه، بالتالي الأسماك المتوسطة تتواجد عشان تتغذى على الأسماك الصغيرة، وهل مجرا يبدأ المثلث الغذائي إلى أن نصل إلى القروش. فالتركيبة الغذائية الربانية يعني معقدة جدا، وكذلك تدخل الإنسان، درسنا يعني من خلال دراساتنا تدخل الإنسان في القضاء على حيوان معين يؤثر بشكل كبير على تركيبه. يعني في كذا مثال للموضوع هذا، على سبيل المثال الإنسان قتل 80% في فترة من فترات التاريخ، قتل من 80-90% من الحيتان، يعني منع صيد الحيتان كان سنة 1986 تقريبا. فمثلا الحوت القاتل كان متعود أنه يتغذى على باقي الحيتان، فالحيتان اختفت اللي هو متعود يتغذى عليها، فصار يتغير نمط غذائه بحيث أنه صار يتغذى على الفقمة، والفقمة تتغذى على النباتات البحرية.
النباتات البحرية قلت بشكل كبير في تلك المنطقة، مما أدى إلى انخفاض معدل الأكسجين في تلك المنطقة. فهذا يعني كيف عمل من الإنسان أدى إلى تغير طبيعي يعني غير متوقع وغير معروف، وتم اكتشافه بعد فترة من الموضوع. نشرح لكم بشكل مبسط عدة الغوص وعدة تصوير الغوص. طبعاً عدة الغوص الواحد يفهمها أكثر خلال دورة الغوص، لكن نحن نشرحها بشكل سريع. اسطوانة الهواء متصلة ببدلة الغوص اللي هي تتعبئ بالهواء، وعندنا المنظم الرئيسي للتنفس، وعندنا المنظم الاحتياطي لو صار شيء في المنظم الرئيسي. بالنسبة للكاميرات، طبعا الكاميرات تدرج من الكاميرات البسيطة إلى المتوسطة إلى الاحترافية، يعني هذه احترافية وهذه متوسطة، وتكون متصلة طبعا في إما في فلاش لما نصور صور عادية، أو تكون متصلة في الإضاءة، إضاءة الفيديو لما نصور الفيديو. بالنسبة للكاميرات الاحترافية طبعا في الحوافظ لها معدلات، في معدلات طبعا جدا غالية وفي معدلات بسيطة. لما ناخذ الحوافظ الأغلى طبعا هي تعطي تحكم أكثر بالكاميرا، بس أنا لما أريد أتحكم بالفيديو التحكم يكون أقل عن ما هو عليه لو منصور صور عادية، فبالتالي أتجه إلى الوزن الأخف مع القدرة على التحكم بالمقدار اللي أنا أحتاجه في رحلاتي. طبعا لكل حافظة عدسة وحافظة للعدسة، كل ما غيرنا احنا العدسة راح يتغير الجزء هذا مع العدسة اللي احنا نستخدمها. وهذا يعني معلومات بشكل مبسط. طبعا خلال اول رحله قمت فيها هي رحله السباحه مع الحيتان، وتعرفت على المصورين اللي يشتغلون سواء في بي بي سي او يصورون مقاطع لبلو بلانت، قلت انا وجهه نظري تغيرت بالنسبه للتصوير وصرت ابحث عن المعلومه زائد الصوره. مع مرور الزمن والمزيد من الرحلات صرت اشوف ناس اكثر في كل رحله من الرحلات، وفي رحله من الرحلات تعرفت فيها على بول نيكلن، هو ما كان موجود معنا في الرحله بس هو كان زائر نفس الدولة اللي أنا كنت زايرنها اللي هي تونغا. فتعرفت على بروفايله وبحثت في مجاله في التصوير يعني أو سيرته في التصوير، وتأثرت في قصته يعني إنه كان عالم بيئي وتحول من العلم إلى التصوير، نظراً لأنه شاف إن الصورة هي توصل معلومة للناس بشكل أكبر من الأبحاث والكتب يعني. طبعا لما نتكلم عن معالجة الصور البحرية، معالجة الصور البحرية لها نمط خاص في المعالجة وأصعب عادة تكون عن المعالجة البرية. السبب الرئيسي في هذا الموضوع أن كل ما نزلنا احنا في البحر كل ما تبدأ الألوان تختفي تدريجيا، يعني يختفي اللون الأحمر
وبعدها يختفي اللون البرتقالي وهلم جرا. فالمعالجة أهم نقطة فيها عملية معادلة الضوء اللون الأبيض، يعني إذا قدرنا نكتشف اللون الأبيض في العمق هذا راح تكون معادلة الألوان سهلة وبسيطة. هذا طبعا لما نتكلم عن موضوع التصوير بالتصوير العادي، تصوير الفيديو الأمر شوية أكثر تعقيدا فيه، لأن الواحد ممكن يتحرك فوق وتحت، فلازم مصور الفيديو يعني يحاول يصور على عمق واحد، ولما يغير العمق عنده يقطع تصويره ويبدأ يصور على العمق الثاني. طبعا في كثير من المصورين، أو مش من المصورين، خلينا نقول كثير من المبتدئين بدأوا يصورون صور تحت البحر ما عرفوا يعالجونها وتركوا المجال، قالوا أنا ما أشوف يعني الصور اللي تطلع صور جميلة مثل اللي أشوف يعني باقي الناس يسوونها، لأن ما تعمقوا في مجال تعديل الصور. فتعديل الصور بالنسبة للتصوير البحري يعني يحتاج يتطلب مثل ما يقولون جهد أكبر من أنواع ثانية من التصوير. طبعا مع التدرج في الخبرة البحرية في الغوص يبدأ الغواص يبحث عن أدوات ثانية، وأهم أداة يعني هي الفلاش للتصوير الثابت العادي والإضاءة الفيديو بالنسبة للتصوير الفيديو. فمع استخدام الإضاءة في كثير من الأمور تنحل. طبعا استخدام الإضاءة يكون مفيد أكثر لما تكون في أعماق أكبر، بحيث أنه يكون الظلام أكبر، فالإضاءة قوتها تكون أوضح من لو كنت على ما تستخدم الإضاءة على عمق ضحل، لأن الشمس تكون قوية في هذه المناطق الضحلة. إذا تكلمنا عن شو النصائح اللي نقدمها للغواصين الجدد، طبعاً إحنا من خلال تجربتنا يعني سوينا أخطاء، فالواحد يعني يحب يشارك الأخطاء هذه مع الناس اللي توهم داخلين المجال، بحيث أن نوفر عليهم الجهد والوقت. طبعاً أول نصيحة لأي غواصنا، أول شيء يتمكن من الغوص. يعني أنا لما بديت شريت الكاميرا ونزلت مع أول غوصة، وهذا غلط. يعني أكبر غلط ممكن يسويه الغواص إنه بعده مش متمكن من الغوص، وإنه يركز في التصوير فجأة يلاقي نفسه ضرب صخرة، ضرب قنفذ بحري. يعني شفت عدة حوادث صارت للشباب مبتدئين. فأول مرحلة لازم الواحد يحترف الغوص يعني بشكل ممتاز. فالغواص لما يعادل الطفو عنده يتم ثابت على مكان واحد، إذا كان الطفو عنده سالب بيتم يحرك أقدامه على أساس أنه يتم على نفس العمق، وإذا كان إيجابي راح يصعد للأعلى. فالتمكن من معادلة الطفو هذه أهم مهارة يكتسبها الغواص. بعد ما يتمكن من الغوص ينتقل للتصوير. طبعاً ما ننصح أنه يتجه للكاميرات الغالية من البداية، يبدأ بمعدل يعني كاميرا من المنتصف، ما هي يعني سيئة ولا هي غالية جداً، بحيث انه يمكن لو اشترى كاميرا غالية يكون اعداداتها صعبة عليه، يمكن ما يحترف التصوير الا بعد ما تكون كاميرا هاي صارت قديمة، فيرجع يشتري كاميرا ثانية. فبالتالي يبدأ بمعدل متوسط ويدرس الكاميرا، يعني مثل ما نقول يعني يحترف الكاميرا اعداداتها فوق الماء تحت الماء. لازم يكون متمكن من كل خصائص الكاميرا هذه عشان يطلع بنتائج مرضية. زائد انه بيضيف الإضاءة، ممكن من البداية يضيف الإضاءة، سواء كانت الإضاءة فلاش أو كانت الإضاءة إضاءة فيديو. ويبدأ ياخذ كورسات في معالجة الفيديوهات والصور، يعني بدل التجارب، احنا كنا نجرب. لما بدينا نشوف الكورسات اكتشفنا انه يعني في حيل بسيطة الواحد ممكن يسويها تفرق معاه بشكل كبير في تصويره. تقريبا هذه الخطوط الرئيسية يعني لرحلة المصور. يعني طبعا للأسف وصلنا لنهاية حلقتنا، ومثل ما تعودتوا في كل حلقة في فقرة سؤال الحلقة. سؤال الحلقة له جائزة مقدمة من شركة نيكون، وسؤالنا لهذه الحلقة هو: ما هي الإضاءة التي تستخدم على عمق 10 متر من الغوص لما تبدأ الألوان تتلاشى؟ هل هي الإضاءة الحمراء أم الإضاءة الصفراء أم الإضاءة الزرقاء؟
وصلنا الآن إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم. أتمنى أني كنت ضيف خفيف عليكم واستفدتم من المعلومات اللي طرحناها في الحلقة، وإن شاء الله تتابعونا في حلقة قادمة من برنامج عدسة مع مصور إماراتي جديد ومجال جديد في التصوير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا البرنامج متوفر عبر تطبيق مرايا، حمله الآن من جميع المتاجر الإلكترونية.